اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، مرحبا بكم بحذايا في فيديو جديد. اليوم باش تعديو بحذايا عشوية في الكوجينة. مازلت كي كملت حضرت فطور فطور النصف نهار، وقعدت شوية ما كملت عمل دورتي في الدار، حصيل ورجعت لكم زداء في الكوجينة باش نحضر مع بعضنا العشاء. خليني نخمل الساعة شوية الدنيا يشوفوا كل حالة وبعد نرجع لكم. قبل الروتينات نحب كي نعمل هيك حركة كبيرة نعملها بالبين، ننظم التراكر نتاع البيت الكل. باش نحضر توا بيتزا هاكم معايا اليوم عشوية معايا البنات في الكوزينة، وعلى طبيعتنا باش نعمل مونتاج لحتى شيء. سيرو طقسو محلاه كي شفتو جرجينقة، طقس بالحق يهبل اليوم. هذه يكفيني الوقت باش نعمل لك البارح قلت لكم هذه البيت التمر ماذا بيا نعملها، معناها نعملها كالفطاير زعما نعملها وما نعملهاش. والله افكاري مشوشه نعش زعما هيك. لا لا خلينا في البيتزا اليوم. والله العظيم الحقيقه طلبتها مني كما قلت لكم متتبعه من الجمعة اللي فاتت، وأي نقول لكم راني باش نعملها راني باش نعملها مش من بعد حتى تلقاني معناها حاجة كوجينا برشا نعمل حاجات خفيفة. هذاك علاش قلت نعمل كمية باهية متاع بيتزا ونخلي منها عشية ونخلي منها يمكن فطور غدوة، فهمتو؟ باش غدوة كي تلقاني حاجة في الدار تلقاني ما عنديش وراي عشية. هذاك علاش بدل نبدا نعمل فطاير اللي بتمل باش نتغني نلقاو شنو نفطر الصباح. عرفت افكاري مشوشة عندي برشا حاجات لازم نتعملو مش عارفة باش نبدا. والله اني ديما حاطة بحذايا حاجة نتفرج عليها. هذه متاع القهوة ما نستعملهاش كان القهوة، نستعملها زي حتى باش نعمل فيها المي. فيسا فيسا دفي المي خديت كاس المي دافي. هذه هي مور طبيعية. هو تنجم كي تعمل مثال تحط ياغورت من غير ما تحط لحليب، خاطر هو الياغورت زاد محسن معناها للبيتزا. قلت يعني هاكا تركت بالكم الحكايات باش نعملها زاد متاع التخمير السريع. باش نحط كعبة ياغورت طبيعية، وهذه تنجمو تستغناو عليها خاطر احنا حطينا الحليب ماهوش لازم، معناها يا اما تحط ياغورت يا اما تحط حليب، معناها تعجن الحليب. مثال اني توا حطيت زوز و البن تنجمو تحطو حليب، فهمتو انتوما شنو تحبو. سكر وكهو هذوما باش نخلطهم تو مليح. حطينا احنا تو البنات حطينا كاس مي وكاس مي وكاس حليب وكعبة ياغورت طبيعية وباكو يعني العجينة هذيا تأكدوا اللي هي باش تنجح معاكم، خاطر الحليب والياغورت من أحسن الحاجات اللي تنجمو تعرفو تستعملوه في أي عجينة سندوتشات وانتوما شنو تحبوا. بأني باش كيما شفتوني خلطتها شوية باش نغطاها نخليها ترتاح تعقلها.
خليها ترتاح. طب شنو بنحضر؟ صوص بيتزا، والصوص هذيك اللي نعملها صوص جبن، ولا صوص اللي نعملوها البيشاميل. ديما نعمل معاكم اللي صوص بيشاميل بالزبده والفرينه. كل المره هذه باش نعملها صوص جبن الكريمه اللي ديما نعملها، وانتم ديما تسالوني عليها ما فهمتوهاش كيفاه. هاوش نوريكم توا كيفاش الطريقه. على القضايا نتاع الاكياس معناها باش تزيدوا تفهموا. خاطرين عرفتوا كل حاجه كي نعملها، نعملها برشا مرات واللي ناخو عليها كل ما عادش نستحق نتاع كيل ولا حاجه. نتاع جبن خديت 500 ملل حليب، يعني نصف لتر حليب، كعب عظم، مغارف نشي، وضعي كريم فريش من بعد باش نزيدوه، وعندي لهنا ملح، ما نكثرش ملح على خاطر اني باش نحط الكريم فريش باش نحط الجبن، هاكا مش برشا ملح. يتحمل كل، وبعد نحل عليها الكريمة ونطيبها كيفها كيف اي كريمة. شنو تفرق على الصوص بشاميل؟ تفرق انه صوص بشاميل تتعمل بالفرينة وما تتعملش بالعظم، والاخرى يعني كما تعرف صوص بشاميل يعني الاخرى الصوص اللي كنت نستعملها للبيتزا زيتها باهية، اما عجبتني هذه خير. يعني الاخرى صوص بشاميل معروفة معناها انه هي يعني تبدا رزينة شوية، معناها بل يكون فرينة رزينة شوية، معناها تبدا رزينة في المطعم نتاعها. هذه خفيفة على خاطرها حليب، معناها حليب مجمدينو بنشي، عرفتو كل بالحق بينا على الاخر ما تبانش بالكل انه هي فيها حاجة معناها رزينة وكشو تتاكل فيها، خاصة كي تتعباها مجبونات وكل واللي تخش عليها جبن دايب. يعني ما تفكش بها جمله انه هي معموله مع وصفه المره هذه باينه على الاخر، يعني ما تصورش اكثرش من هيك يا البنات، ما كثرش لا مونتاج لا حتى شيء. هاكم معايا في بالكم انه هو الفيديوهات هيك اسهل برشا برشا برشا، يعني الفيديو انه تصوروا يعني كيف ما هيك على طبيعته وكل شيء صدقوني سهل في المونتاج، سهل كتنزيل الفيديو، سهل سهل ماهل كيف معناها تصوروا وتهبطوا. الفيديوهات الاخرين اللي تبدا فيهم روتين وتصوروا انتم روتين معناها تصوير نتاع ساعتين وثلاثه، وبعد باش تمنتج تقعد ثلاثه سوايع وانت تتفرج في الفيديو هذاك باش تمنتجوا تعملوا الفيديو نتاعو، من بعد تعملوا المونتاج بالكليب. الفيديوهات هذوما معناها بالحق راهم ماهمش بالنسبه لي يعني اسهل، اما من نحضرهمش على خاطر نحس الفيديو يعني ما لاخر نحس الفيديو لاخر فيه الفيديس وكل شيء نعمل عليه جو الله ينحس تقش عليه حاله لايف، اما هو كمسيرش مره بعد قديش نعمل فيديو في هيك مش مشكل. كي تبدا الروسيت مش مفهومه بالباهي مسيرش ما يعني خلينا نحط بتاع صوص البيتزا. يا عزيز يا روح يا روح يا روح سبيل ايش بنتي يا روح سلمى سلمى كن عم سلمى صوص البيتزا من غير قليل حتى شيء. نحط طماطم، نغلي طماطم وثوم وبصل، نحطهم يغليو
بعد دوبا ما تلقي البطاطا والبصل نرحيهم بالمكسر، لازم من بعد تعاودوا تقليهم، قليهم شوية زيت تزيدوهم بالفايح، وإلا تحط لك هيك فايحة سهلة على المخر هيك سهلة. وحد تعالوا زيت هي سيدة بشتغلي، باش نحط لها توا مغرفة كبيرة كريم فريش. انتي تضحك انتي، باش نحط لها جبن على قد ما تحطوا جبونات، على قد ما تجيكم بنينة بنينة على الخير. عادي تنجم حتى تاخذ جبنة اللي بساسة تعمل بيه البيتزا، وبعدين تعملوا هكا من بعد حتى في المنظر تجيك مزيانة، البيتزا في المطعم تجيك أبل. شوفوا أني الصوص الأخرى اللي نعملها نحطها في الـ في الـ في الفوق يعني نطيب، هذه لا هذه باش نخليها هيك خاطر هيك أبل برشا برشا برشا. قوم فيش لبنية الكريمة، وهذه باش نخليها هيك معناها ما نحطهاش في الفور طيب، خاطر ديجا هي هيك بنينة وما نحبش نضيع مطعمها في الفور. هيك ديجا باهي عرفتوا، كل تحطها فوق معناها تنجم تاكلها توا حتى في حاجة وكل، يعني ما تستحقش انك باش تحط تعودها في الفور، خاطر اني وقت اللي عملتها فك ساندويتشات بنينة على الاخر، كي نحطها في الفور نحس مطعمها يضيع، هذاك علاش باش نخليها هيك. توا رجعت لك البيتزا اللي عملت لها التخمير السريع متاع 10 دقائق، باش نكمل نحط لها توا بقية المكونات. حطيت فنجان صغير زيت زيتونة، وحطيت بقية الفارينة، وباش نحط مغرفة ملح، وباش نحط شوية كليل. بالنسبة للفارينة البنات انتوما وقديش باش تحطوا سوائل، معناها انتي وقديش حطيت من كاس حليب تحط الفارينة انتي وقديش تحتاج، فهمتوا؟ مش بالكيل، ما عمري ما نعمل فرينة بالكيل في حاجات كيما هيك، الكيل نحسه الاكثر يمشي مع الحلو، اما بالنسبة للمالح عادي، معناها هيك نبدا نعجن فيها ونلقاها ناقصة شوية مي ولا شوية حليب نزيد لها، ولا ناقصة شوية فرينة نزيد لها، ما يفرق حتى شيء. هاكم تشوفوا فيها زدت لها الحليب حسيتها ناقصة شوية، وكما قلت لكم راه البنات نجموا ما تعملوش الياغورت، اما راهي بالياغورت تجيكم احسن وخير. من بعد نرجع ونكمل تشكيل البيتزا وكل، حتى البنات تحبوا نعمل معاكم القهوه العربي، والا لو حالينا على خاطر اني صورتها معاكم برشا مرات، كنت تذكروا برشا مرات اخر مره عملناها وقتها اول ما دخل الشتاء ولا في اخر الصيف، عملت معاكم القهوه حصلوا برشا منكم دجاج عندوها ولا شيء، ما نعرفش اذا فما شكون يحب يزيد ياخذ نسيتكم ولا شوفوا اخر طرف هذي وكهو زيت طرف هذي ابن الطبيعية، معناها فيها روتين اش معناها، فما حاجات قاعدين يتعاودوا، معناها حتى لو كان انت تلقى في قناة تعمل في نفس الحاجات، خاطر بالحق معناها هذيك هي حياتنا، حياتنا تحسها معناها دور عرفتوا، باش تعمل حاجه هذيك اليوم راك عارف انت الجمعه الجايه باش تعاودها، ولا لي باع ولا الشهر الجاي، وعرفتوا كروتين من الحلقه قاعده تتعاود، الحاجه اللي عملتها الشهر هذا نجم نعاودها الشهر اللي بعده، يعني ثم حاجات كي تشوفوها يعني عادي حتى كان يتعاودوا معانا في القناه ولا معايا اني ولا في قناه واحدة اخرى عادي، خاطر هذيك هي حياتنا، معنا مش نعملوا كما نقولوا نصنعوا العجب ولا حاجه في قناه هكا، قنوات يعني كيف الواحد يتفرهد بها وكهو مع الفيديو تلقى فيه افاده، تلقى وصفه حاجه وبرا، ما نجموش نعملوا حاجات كبار. هذاك علاش مثال القهوه كما قلت لكم راني قاعده نتعاود دوفا تحب نعاود نصورها معاكم، فما حتى مشكل رغم انه الفيديوهات قاعدين معناها عملتهم برشا مرات تاع القهوه، حسيت خليني نحط القهوه هذه. ايه البنات ما تخليش القهوه تفور، شوفوا ما تخليش القهوه تفور، يعني دوبا ما تطلع هيك تقعد تفور، شوفوا كيفاه ما تطيحش على جنين، تقعد قداش تغلي باش معناها من بعد تفيل. والله شكون جيب حذاك اليوم، الله اعلم الله اعلم، بسم الله.
نعمل عليها جو انك تبدأ بالوجه هيك، والحاجة الباية فيها زازو انها ما تخليش الوجه يتنحى، معناها تبدأ حاجة غارقة من معناها من فوق كتبدأ صغيرة، ما تخليش القهوة تخلي القهوة تجيك بالوجه. ودوك جيتني حضرت قهوتي، نمشي ندخل توا. وهني رجعت لكم، ابديتش عليكم. شوفوا العجينه متاعي كيفاش خمرت، شوفوا اني عملتها متاع 10 دقائق، كنت النجم بعد ما نخمر بعد ما نعجنها نبدا نخدم بها ديريكت، ولا نخليها ترتاح شويه. اما اني الحقيقه خليت حكيت ساعه هكاك دخلت شربت قهوتي كل من بعد فزيت للكوجينه. من سر اسرار نجاح زاد العجينه هذه انها لازمها تكون طريه. تذكروا البنات كي عملت معاكم كرفطاير متاع السبناخ اللي حطيت في وسطهم معدنوس، ولا وقتها قلت لكم اعملها طريه. كيف البيتزا هذه عملتها طريه، والله البنات جاتني تهب العجينه، البات بالحق مش نورمال من الياغورت ومن انه العجينه هاكم شوفوا طريه دوبا من مسها تتلصق في يديا. اني حطيت شويه زيت زيتونه باش نجمت نخدمها. اذا مش متوفر عندكم نعاود نقولها، مش متوفر عندكم الياغورت نجموا تعملوها بالحليب، هاكم تشوفوني ديما نخدم فيها بالحليب والمي. اما الياغورت راهو يعني قد ما نحكي لكم على الفرق اللي عطاه لي في العجينه ما نجمش نوصف لكم. يعطيك العجينه تبدا من برا البنات فيها هكا قرميشه، ولا كيفاش محلاه حتى من صوتها يبدا، ما نعرفش ان شاء الله جرباها تشوفوا الفرق. ومن داخل تبدا طريه محلاه، وحتى كي تبرد راي تقعد كيف ما توليش شكل كيما العجينه، ولا ما نعرفش كيفاش نفسر لكم. بصراحه عجبتني على الاخر البات المره هذه، واني اصلا من كثر ما عجبتني المره اللي فاتها وكخدمت بها البيتزا. ان شاء الله يا ربي تجربها وان شاء الله تعجبك وان شاء الله تعجبكم الكل. وزادة تنجموا تعملوا بها سندويتشات، نجموا تعملوا بها كيما يعني ساليت، نجموا بالحق العجينة دي البنات تعملوا بها كل شيء، معناها سوفلي ميني بيتزا يعني تعملوا بها كل كيما الخبز معناها بتاع سندويتشات وكل شيء. تنعمله لكم ان شاء الله في اقرب وقت، ما نعرفش الجمعة هذه باش يعني روتينات ولا في الكوجينة حصيلة. والله ما زلت ما نعرفش، عندي برشا افكار نحب نعملها معاكم، وما زلت نحب نعمل معاكم زيادة هيك شوية تنظيفات في الدار. حصيلوا هاكم معايا مش مشكل، كان ما عملناش الجمعة دي الجمعة اللي بعدها نعملوا به العجينة هذه برشا حاجات. لاني حطيت الصوص البيتزا، صوص البيتزا كما قلت لكم حطيت غليت الطماطم وكل وبعد رحيتها، وحطيت لها الكليل والملح، وحطيت شويه صوص. ولهني تو باش نحط لك الصوص نتاع جبن. كان تشوفوا فيه هيك تكعبيرات، راهو البنات هكا ماهيش نشي ولا حاجه. شفتوني بكري كي طيبتها كيف نيه، اما اني كيف بطيت عليها شويه معناها خدمتها كان بعد ساعه عاد بردت الصوص الجبن برد، وليتك خلطتها شويه هيك حسيتها. اما عادي معناها كي دخلت الفور الجبن ذاب خاطر الدنيا بارده وكهو معناها فما هيك بلايص تجمدوا. حصيلو باش ندخلها شويه للفور، هي هذه ماهيش كيما الصوص الاخرى اللي في العاده نعمل بها، هذه ماذا بيك ما دخلهاش برشا للفور، يعني دوبا مش تاخو وجه ونخرجها. في العاده نحط كل شيء مع بعضه وندخل للفور، المره هذه عملت الصوص متاع الطماطم وكها، وبعد خرجتها حطيت لها الصوص الجبن وحطيت البصل والطماطم وحطيتها كيك الكلامار قلتوا لي اسمه. وعيشكم البنات خاطر معناها بالحق ديما كل ما نسألكم على حاجة نلقاكم في التعليقات. حطيت كل شيء دوبا تاخو وجهها، وبعد نخرجها كم نحط لها الزيتون وكم نحط لها التون. وهذه البيتزا متاعنا ما فيها حتى شيء، والله لا فيها حتى شيء. ان شاء الله تجربوها البنات وان شاء الله تعجبكم. وما نتصورش اني فما حد فينا ما يحبش البيتزا، مستحيل تلقى دارك. يمكن مره بعد قديش يمكن ما يحبوش الجبونات وكل، اما الاكثريه نحبوا البيتزا وصغارنا تحب البيتزا. اني كان نلقى راني كل يوم نعملها والله، ما لا صغاري يقلقوا لاني نقلق، اما هاني مش منكثرش منها برشا. الصوص الجبن بالنسبه لي كانت خيروني وتقولوا لي اما ابن الصوص هذه
والا الصوص الاخرى. نقولكم الصوص هذه ابن برشا على خاطر خفيفه خفيفه على الاخر. الاخرى بالفرينه تبدا عرفتوا كرزينه شويه في مطعمها، هذه خفيفه على الاخر معناها عرفتوا كل جبن وحليب كهو فيها حتى طعمه اخرى، حتى نشي معناها ما يظهر الجمله في المطعم بالكل. الحقيقه عجبتني وباش نولي نعملها بالصوص نتاع الجبن حتى في المطعم معناها خفيفة مش كيف الأخرى. أكاهو لهني كملت باش نخمل تو الكوجينة ونغسل الماعون باش ندخل نحط العشي ونبدأ بالي مرتاحة الكوجينة. وعندي شوية شربة زيت سخنتها، وهذه البيتزا كملت خرجتها من الفرن دوبا خديت وجه من الفوق وكهو معناها ما نخليهاش تطيب، وباش نرش عليها التون وباش نرش عليها المعدنوس والزيتون، حطيت بصل وفلفل وطماطم. حصلوا اني نموت عليه البصل في البيتزا، كثرت يعني من الفلفل والبصل. وهذه متاع الصغار صغار اللي يحبوا لك ال يحبوا شيء كان التون وما يحبوش الفلفل والزيتون زيادة، يحبوا كانك شوية شوية. حتى البصل نلقاهم نلقى ناس ينحي فيه. وهذه بالتون شوفوا منا سلمى ما عادش تصبر، حسيلو قصيت لها منها قالت بيزا بيزا. هذه عملتها غليظه شويه، ذوكم عملتها مجواده، ما دي عملتها غليظه شويه خاطر الصغار حسيلو تلقى فيهم الفلفل والزيتون وكل ذوكم لينا احنا، واللي بالتن وبلاش زيتون وبلاش فلفل للصغار. خلينا تقصلي البيتزا تشي تكعبتين ما عجبونيش حسيلو. ان شاء الله تنشوف حاجة باهية ونخ اسهل من اني هيك نقص هيك العجينة، خاطر المرة اللي فاتت عملت فيها هيك المعدنوس نفس العجينة هيك عطتها لي فيها بترميشة من برا تبدا مقربشة ومن داخل تبدا طرية على الاخر، حتى كي تبرد تقعد نفس كيف كيف معناها هيك ما توليش طرية كيما الخبز ولا حاجة، تقعد كيف ما هي. شو انا عملتها جويدة هكا من اللوطة نحكي لكمش على البنة. تقتل تهويني تو نكمل نقصها ندخل نتعشى وكنكون وصلت بكم لاخر فيديو. ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم، نحبكم برشا. وكا يا عايده جرب البيتزا وان شاء الله يا ربي تعجبك. نحبكم برشا وعلى خير. هذه هذا قصيت هذه متاع متاع التون. وهكا نكون وصلت بيكم لاخر الفيديو، نحبكم برشا برشا ناس الكل وعلى خير.